كم مرة اتضحك عليك بسبب إعلان؟ وكم مرة اتدبست في منتج وطلعت مواصفاته كدب في كدب؟ لو انت سكت على اللي حصل معاك وقلت الطيبين أحسن، غيرك ما سكتش وكسب ملايين الدولارات، بس الحكاية محتاجة نفس طويل. فخليك معايا في الفيديو ده عشان أعرفك إزاي أكبر الشركات في العالم لبست نفسها في الحيط بسبب كام كلمة يتعدوا على صوابع الإيد. أنا ملك ريان، خليكم معانا. ريد بول بيعطيك جوانح. مين فينا ما شافش الإعلان ده على التلفزيون؟ سنين والإعلانات عنه بقت عرض مستمر، ودايما بتأكد عليك حاجة واحدة بس، ريد بول أحسن مشروب طاقة في الدنيا هتشربه من هنا، وانسى كل مشاكل التوهان والكسل. يا راجل ده انت من كتر الطاقة اللي هتاخدها هيطلع لك أجنحة. ولغاية هنا والكلام حلو، بس افرض بقى رحت اشتريته وشربته وما طلعش ليك اجنحه ولا حاجه، يبقى مين الغلطان؟ قبل ما تتسرع في الاجابه، فاحب اقول لك في سنه 2014 مجموعه زباين لموا نفسهم ورفعوا قضيه على شركه ريد بول الامريكيه. قال ايه؟ لما شربوا المنتج فضلوا بشر زي وزيك كده من غير اجنحه. وفعلا القاضي حكم على الشركه بدفع تعويض 13 مليون دولار للزباين. والنقطه اللي اعتمد عليها المحامي إن الشركة الأمريكية بلغت في تقدير حجم الطاقة اللي بيديها مشروبها للجمهور، وقالت معلومة مش حقيقية. ودي ما كانتش الحالة الأولى ولا الأخيرة. عندك مثلا شركة دانون المشهورة، واحد من منتجاتها هو زبادي أكتيفيا اللي بتقول إنه صحي أكتر من المنتجات التانية وبيساعد على الهضم، لكن المستهلكين شافوا إنها بتبيع كلام من غير أي إثبات علمي، وأرباحهم اتضاعفت بسبب وهمهم للناس إن الزبادي بتاعهم فيه عناصر غذائية مفيدة. فيعملوا إيه؟ رفعوا قضية هم كمان وخدوا تعويض ب 45 مليون دولار. وحتى شركة سكيتشرز، واحدة من أشهر شركات الأحذية في العالم، سبق ونزلت نوع من الأحذية قالت للناس إنه بيساعد على تقوية العضلات وهيخليهم يخسوا ويوصلوا للجسم المثالي من غير أي تمارين أو جيم. وأكيد الكلام مش معقول يعني، فدفعوا 40 مليون دولار غرامة بسبب نشر إعلان مضلل. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن خبايا الإعلانات وما نتكلمش عن كوكاكولا. الشركة دي بالذات ليها سوابق كتيرة قوي في الحكاية دي، وخصوصا مع زيادة الكلام عن أضرارها. وحتى لما أعلنوا عن مشروبات دايت أو زيرو سكر، في دراسات قالت إن كل الكلام ده فيشنج، والمشروبات دي فيها نسبة سكر مرتفعة ويمكن أكتر من المشروبات العادية، لكن ما فيش أرقام واضحة عن التسوية اللي دفعتها الشركة للمستهلكين. بس الشركة بعد كده خسرت 4 مليار دولار في غمضة عين، وكله بسبب كريستيانو رونالدو. طب ازاي؟ في واحد من المؤتمرات الصحفية كان قدامه منتجات كوكاكولا، فشالهم بعيد عنه وقال انه ما بيشربش منتجات مش صحية، وطبعا ده ساعتها نزل من قيمة اسهم الشركة في البورصة. واللي متعرفوش ان كتير من الشركات بتفضل انها توصل لحل وسط مع الزباين بدفع مبلغ معين عشان يحافظوا على سمعة الشركة في السوق ويريحوا دماغهم من اجراءات التقاضي الطويلة. فقولنا بقى، انت ممكن تفكر ترفع قضية على شركة معينة لو لقيت المنتج بتاعها مش زي الاعلان؟ ولو القضية دي اترفعت في مصر، الزبون ممكن يكسب فعلا ولا لا؟